إنجيل القداس من مزامير أبينا داود النبي. فم الصديق يتلو الحكمة ولسانه ينطق بالحكم، ناموس الله في قلبه ولا تتعرقل خطواته. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ أعطني حساب الوكالة، لأنك لا تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ سيدي يأخذ مني الوكالة، ولست أستطيع أن أنقب، وأستحي أن أسأل صدقة. قد علمت ماذا أصنع حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده، وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ أما هو فقال: 100 بس زيت. فقال: خذ سقك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ سقك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم: إذ بحكمة صنع، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل يكون أمينا أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ والمجد لله دائماً.